متابعي ومتابعه قناه شوف تي في، اسعد الله صباحكم. الجمعه مباركه عليكم ان شاء الله باش ما تمنيتو. دايرين كدر الاجواء عندكم؟ ومن المدينه كتابعونا. صباح الخير عليكم، جمعة مباركة. يعني اخوان من المدينة كتابعونا، وكيدايرة الأجواء عندكم في المدن؟ عندكم حنا حاليا في سوق عزيز الدرعي في مدينة أسفي، نهبطو فين هادشي عندكم اخويا اللي مكاينش الحاجة الصحية. جمعة مباركة دوسراف، صباح الخير عليك. لأن حاليا حنا تجزئة مرجان في التالي ديال عزيز الدرعي. للإشارة مازال مدينة أسفي زيرو حالة، حدود لحظة كانت حالة وحدة وتشافت. إذا نوعا ما المدينة ولات كتشوفوا فيها هاد ماشي اكتضاض، ولكن الناس ولات كتخرج شوية شوية شوية، ولات كيخرجوا. شوية أمي ثم أمي سامعي. هشام خويا في مدينة الدار البيضاء. أسعد الله صباحك أستاذ حسن تلاغ، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر.